ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا انجي غزلان. فيديو النهارده هيكون عن شعري. يس عن شعري، عن اسئله متداوله من ناس كتير بشوفها في الشارع، بشوفها في كل حته، كل حته، في المدرسه، في كل حاجه. اسئله مش منطقيه يعني، بس يعني احنا جايين نفهم الموضوع هنا في الفيديو ده، جايين نشرح ايه هو الشعر الكيرلي، يعني ايه في شعر كيرلي، يعني ايه في شعر ستريت، يعني ايه في شعر ملفوف، يعني ايه في شعر مفرود. طيب هقول لك على حاجه دلوقتي. انا كشعري كيرلي مش معناه ان انا شعري خشن ابدا. انت شعرك نازل من راسك شكله كده ملفلف، في ناس شعرها نازل من راسها واقف، تمام؟ طيب هنتكلم عن اذا كان خشن او اذا كان ناعم. في بنت ممكن تشوفيها شعرها ما شاء الله نازل كده واقف جدا، واقف ثابت كده ما شاء الله، بس تبص عليه تيجي تلمسيه تلاقيه خشن. في ناس شعرها كيرلي بيبقى نازل، تيجي تشوفيه تلاقيه منفوش كده، تيجي تلمسيه تلاقيه خشن. في شعر كيرلي تشوفيه تلمسيه برضه تلاقيه ناعم. فعايزه افهمك انه الشعر الكيرلي ملوش اي علاقه اذا كنت شعرك انت ناعم او اذا كان شعرك خشن، تمام؟ عشان ايه بس السؤال المستفز يقولك اه هو انت شعرك منفوش كده بقى علشان هو خشن وكده عشان كده نافش واقف بالشكل ده؟ لا، انا شعري نازل بالشكل ده، نازل من راسي ملفلف عادي نوعه كده شكله كده، بس انا شعري ناعم. هو انت بقى بتحطي زيوت ولا بتحطي كريمات ولا انت عامله شعرك؟ بتعملي شعرك؟ لا، انا مش عامله شعري ولا بحط زيوت ولا بحط كريمات خالص. انا ممكن مره في السنه اعمل ماسك لشعري اصلا، فملوش اي علاقه. انا هقول لك شعري بيبقى كده ليه. انا بعمل زي اي بني ادمه طبيعيه، بغسل شعري بالشامبو، احط له البلسم اللي يناسبه وبس. بعد ما اسرحه اسلكه، عشان الناس بس تستغرب ان فاكره الشعر ده خلاص بقى ليه فما بتسلكش بسلكه، انزل اطلع انزل اطلع وخلاص، اسيبه هو هينشف على كده وهينشف وهيديني الشكل ده، تمام؟ الشعر الكيرلي ما ينفعش يتسرح وهو ناشف، ما ينفعش. مش عشان حاجه، مش عشان هو خشن، مش عشان هو ناعم، مش عشان هو هيمسك في بعضه مش هيتسلك، لا هيتسلك. بس انا عايز اقول لك على حاجه دلوقتي، انا لو مسكت خصله زي دي كده واديت لها كده بالفرشه فردتها، بص هتنفش تعمل ايه؟ شايفه اهو، هيبوظ شكله، هيبوظ. مش عشان هو مش هيتعمل، لا هو شكله هيبوظ، لان انت ماسكه الخصله الملفلفه دي وبتفكيها عن بعض، بتفكيها عن بعض. طب خلاص شفتي بقى عملت ايه؟ نفشت. ف يس، فدي نقطه بس للناس اللي بتيجي تلعب شعري وتقول لي ايه ده ما بتسلكش، ايه ده ما بيعديش. لا بيعدي يا اختي، بيعدي، بس هيبوظ سيبيه. نقطه كمان عن الشعر الكيرلي، وانا ازاي بفضل بيه مثلا كام يوم ما بيبوظش، بيفضل كده ملفلف. انا بعد ما بستحمى طبيعي، الشخص الطبيعي بيحتاج من يومين لثلاث ايام عشان يعني يغسله تاني، يعني ما ينفعش كل يوم، ده هيأذي شعرك جدا وهيشيل كل الحاجات المفيده في راسك. فانت المفروض يعني كده كل يومين او كل ثلاث ايام تغسلي شعرك، كل ثلاث ايام كمان ماتش باتر يعني احسن بكتير. برفعه لغايه فوق هنا يعني بنزل كده راسي واقوم لماه كده لغايه هنا وانام بيه، واصحى خلاص بيفضل زي ما هو كده، فاهمه؟ بس يعني ما بقدرش افضل بيه اكتر من يومين مثلا وانا لماه كده عادي او خارجه بيه كده عادي، بلاقي دي من النوم ومن الحركه ومن الهواء ومن كل حاجه هتفرد بقى، هتفتح زي ما فتحت دي، فهيبتدي ساعتها يبتدي يديكي منظر هايش وده مش هيبقى حلو. يعني في المدرسه بيهيش عادي بقى، دونت سكير بجد. النقطه الجايه اللي هقول لك عليها، مش معنى انه شعرك كيرلي يعني شعرك خلاص بقى تحفه وبقت حاجه خرافه ومختلفه. اوكي حاجه حلوه وانا بحب شعر كيرلي، بس برضو بيجي لك سؤال مستفز اللي هو انت ازاي شعرك كده، انا بجد هموت وخلي شعري كيرلي. هو ما تفرحيش قوي، ما تفرحيش قوي. انا كشعري كيرلي بتعذب عشان استشفره، مش الحاجة، بس انا بياخد مني مجهود غير اللي بيكون شعرها اوريدي كده مفروض بس كده بتمشي عليه مره اتنين خلاص. انا بياخد معايا من ساعتين، ساعتين ونص، ثلاثه، اربعه، عندي براحتك يعني. ليه؟ لانه بسلكه وبعدين كل خصله بقى هتنفش زي ما نفشت دي، فتفضلي تمشي عليها اكتر من مره اكتر من مره اكتر من مره، فما ما يعني ما لهاش لازمه يعني، فاهمه؟ ذاتس ات يعني، everything fine. ازاي انت تعملي شعرك كيرلي؟ ازاي انت مثلا شخص شعره مش كيرلي بس حابب يعمله كيرلي؟ هقول لك تعملي ايه. في طبعا عندك كذا طريقه، بس على حسب انت شعرك هيبقى انهي طريقه فيهم، او شعرك هيتفاعل وهيدي نتيجه مع انهي طريقه فيهم. انت ممكن زي ناس كتير ما بتعمل، بتمسك قلم وبتمسك الخصله دي وتلفها حوالين القلم، يعني مثلا هتمسك مثلا خصله زي كده، بس بعد ما تكون هي مفروده يعني هي شعرها اوريدي مفروض، تمسكه وتلفه كده 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 كده، بعدين هتنزلي شعرك كده لتحت وتمشي عليه كده بالبيبي ليس، باي حاجه لو انت عايزاه بس يطلع بس ويدي، اعمليه بس شوار بس بهواء سخن،
خلاص بعدين تقومي نزليها كده وحاطه عليها السبراي عشان يثبتها وخلاص. ده لو انت حابه تعمليه كده يعني. ممكن برضو بتروح عند الكوافير وده اللي كلنا معظمنا بيعمله يعني عشان منع للجهد والتعب يعني. وممكن برضو في ناس بتعمل ايه بتحمي شعرها تعمله دفاير 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 كتير 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 كده. بتصحى الصبح تمشي عليه ببيبيليس بيكون نشف هو على شكل مجعد هتفكيه هتلاقيه قلب ويبس حلو قوي. وبس هو ده الفيديو هو ده الشعر الكيرلي. واتمنى اكون نفدتكم يعني وديتكم فكره عامه عن الناس اللي بتشوفها شعرها كيرلي. بس اتمنى اشوفكم في فيديو تاني يا رب وتكون عجبكم الفيديو. مش عارفه اقول ايه لايك وسبسكرايب بقى والحاجات بقى اللي انتوا عارفينها دي. نحاول نكبر كده القناه بقى عايزين نوصلها للالفات بقى وحاجات كده يعني. بس اشوفكم المره الجايه في فيديو تاني. باي باي. Thank you.